يا مساء الخير عليكم. النهاردة هنرسم الرسمة دي بشكل ثلاثي الأبعاد، وأنا حبيت أبدأ بالتلوين برضو عشان تتعلموا التلوين كويس والظل والنور، وأهم حاجة في الفيديو ده هتتعلموها هي البعد نفسه أو الأبعاد. بعد ما حددت الأوتلاين بالرصاص جبت قلم بني وعدت على التحديد كله كامل. اللي في إيدي دي دلوقتي فرشة مائية، الفرشة دي جميلة جدا، بحب استخدمها قوي مع الووتر كولر. حددت بيها الكلمة وكل الإضاءات اللي في الرسم. في بداية الفيديو حابب أفكركم أنكم تدعموني بلايك واشتراك، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو. جبت القلم الأحمر وبدأت أن أنا ألون الكلمة. بعد ما لونتها عدت عليها تاني بدرجة غامقة من الأطراف، وبقلم أبيض بدأت أن أنا أعمل الإضاءات، وده اللي هكرره في كل الحروف بتاعة الكلمة زي ما هتشوفوا في بقية الفيديو. بالنسبة للفيديو الأوت لاين، أنا حسيت أن الفيديو هطول مني جدا، فحبيت أن أنا أعمله في فيديو تاني. لو حابين أن أنا أنزله اكتبولي في التعليقات. الفيديو ده يعتبر أقوى درس للتلوين بالألوان الخشبية، يعني المفروض اي حد يتفرج على الفيديو ده يحترف التلوين بالالوان الخشبية. الناس اللي حابة ترسم الرسمة ورايا خطوة بخطوة، انتوا هتقدروا تعملوا ده لان الفيديو مش متسرع، وكمان هتقدروا توقفوا الفيديو لحد ما ترسم الخطوة الاولانية، وبعد كده هتشغل الخطوة التانية وترجع ترسمها ورايا، وهكذا لحد ما تخلص الرسم. بعد ما خلصت تلوين الكلمة بدأت ان انا الون الرسمة كلها باللون الاصفر زي ما انتوا شايفين. ونخلي بالنا واحنا بنلون ان اللون الاصفر ما يجيش على اي مكان من اماكن الاضاءة، لان الغلاف بيبقى فيه اضاءات لونها ابيض من كتر ما الاضاءة عكسها فيه. بقلم ضربت بني محمر بدأت ان انا اعمل ظل حوالين الكلمة كلها.
وكمان بدأت ان انا اعمل اماكن الظل اللي موجودة في الاطراف بتاعة الغلاف بدرجة اللون الاصفر الوسط، لسه هستخدم كمان درجة اغمق بيه بعد كده. بدأت ان انا اعمل الاماكن اللي هي بتبقى غامقة شوية او جاي عليها الظل. الشوكولاتة نفسها بدأت ألونها بدرجة لون بني محمر، وبعد ما خلصت التلوين بدرجة البني المحمر بدأت ان انا اعمل فيها الظل. الحاجات اللي زي دي نخلي بالنا واحنا بنلونها ان احنا ندمجها بالقلم نفسه، يعني ممكن تضغط على القلم كده او تلون باتجاهين معاكسين بحيث درجة اللون تندمج بالقلم. بقى البني الغامق بدأت ان انا اعمل الظل اللي موجود في الشوكولاتة عشان اديها البعد ان هي فيها حتت بارزة وحتت بتبقى داخلة كده لجوه، واضطريت كمان ان انا استخدم درجة لون اسود عشان ابين الظل ان هو غامق قوي كده، بنضطر احيانا نستخدم اللون. عايز اقول لكم تلوين الرسومات ال 3D بيبقى ممتع جدا، وانت تقدر ان انت ترسمها ورايا خطوه بخطوه لان انا مش مسرع الفيديو. وياريت كل اللي هيرسم الرسمه دي لما يخلصها يبقى يبعتها لي على الانستا وانا هشاركها معاكم على الستوري. بالنسبه للناس اللي هترسم الرسمه دي ورايا خطوه بخطوه، انت ممكن توقف الفيديو لحد ما تعمل الخطوه اللي انا عملتها وترجع تاني وهكذا لحد ما نخلص. بعد كده بدأت ان انا اعمل الاضاءات بقى اللي في الشوكولاتة باللون الابيض، وزي ما انتم شايفين الرسمة خطوة بعد خطوة بتبان واقعية اكتر، كل ما بحط القلم في الرسمة كل ما بتزداد واقعية. بدأت ازود بقى اللون الاصفر عشان ادي البعد اللي انا قلتلكوا عليه في الاول. بدأت أعمل الأماكن الظل والنور، الحتت الغامقة جنب الحتت الفاتحة. الغامق طبعا بعمله ببني غامق والفاتح بيبقى بأبيض، وبنقل بين الدرجتين بدرجة وسط كده اللي هي بني محمر أو برتقالي.
بقلم بني غامق بدأت ان انا اشخبط كده ظل تحت الرسمة عشان يبان ان هي واقعية، وبعدين بندمج اللون ده بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده عشان يبان الظل انعم وشكله واقعي اكتر. اكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية، اي حاجة حابين ارسمها بطريقة الثري دي اكتبوها لي في التعليقات وانا هختار منها وهطلع تعليق صاحب الاقتراح. في نهاية الفيديو بشكركم لحسن متابعتكم، وياريت اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، وما تنسوش تفعلوا الجرس.